بسوي معاكم مربى البرتقال بقشر البرتقال. راح نشيل القشر بهالطريقة شوي شوي، بس الطبقة اللي فوق شوي شوي، بس الطبقة اللي فوق. هذا نبي ما راح نقطع بعدها، هذا نشيله شوي شوي. تشيلونه، شوفوا هذا، تشيلونه لهني الراس، وايضا لهني باي شيء عندكم تشيلون هذا، تفتحون كذي. عشان شنو؟ احنا الحين نبي القشر، ما يبي له اي شيء، بكل سهولة تتقشر معاكم. شوفوا ومرتبة، هذا نبي، هذا اللي راح اسوي فيه المربى. هذه راح ناخذ العصير مالها. شفتوا الحين هذا القشر ايش راح نسوي فيه؟ راح الفهم بهالطريقة هذه. شلون؟ الحين اقول لكم، تلفون القشر كذي، شفتوا؟ بعدها بالعود، هذا العود شوفوا، شوش حلوهم. شفتوا هذا اللي قشرناه؟ نحط عليه ملعقتين عسل. شنو عسل؟ سكر، وتخلطونهم، تحتفظون فيه بالكيس هذا، بالكيس وبالفريزر، تستخدمونه ك حق الكيك، حق الطبخ، كيفكم. شوفوا تخلونه كذي بالفريزر، شو ايش كذي؟ عشان لما تبون تكسرون قطعه وتستخدمونها. الحين شوفوا راح ننقعهم بالماي، يعني عشان اي مروره تروح. انا راح اخلي شوي فيها مروره، احبها كذي تكون. يصير تنقعونه ليله كامله اذا كان القشر وايد مر. الحين تقريبا بعد نص ساعه، الحين بعد ما نقعتهم راح اطبخهم 10 دقائق وبدل الماي لمده 4 مرات. الماي مغلي 10 دقائق، ابدل الماي واحط ماي مغلي ثاني. شوفوا السكر بين 4 اكواب او كوبين، انا راح احط تقريبا نقول كوب. شنو راح اضيف عليه؟ لاني بحاول كثر ما اقدر، ما ابي سكر وايد، راح اضيف عليه هذا قطر القيقب. هذا طبعا شوفوا مثل العسل، هذا اورجانيك. بعدها شوفوا نضيف البرتقال، قشور البرتقال، نضيف كوب ماي، وهذا البرتقال شوفوا اللي عصرناه، ما تشغلونه بهالطريقة. راح أضيف زنجبيل، روعة الزنجبيل مع البرتقال، روعة. شوفوا ريحة الزنجبيل تين، لا تحطون لا هيل ولا زعفران، هذا يختلف. هذا شوفوا اللي مال البرتقال، شراب القيقب شوف اللون صار على بني، روعة. وبس حطوا سكر عادي، ربع قالب زبدة. إذا عندكم روح الليمون حطه، وأنا ما عندي، راح أحط عصير ليمون. خليه لين هذا الماي يذقل. شوفوا إيش حلو المربى، لين الماي يصير ثقيل. تقريبا ياخذ وقت ساعة، ساعة وربع. شفتوا حلوهم شلون صاروا؟ حتى اللون صار ينن. نطلع واحدة واحدة، حار شوفوا. تدرون طعمهم شنو؟ حامض حلو، شنو مقمردين. روعة روعة، وأحلى مربى قشر البرتقال. لازم يبردون وبعدين تصففونهم بالقرشة. ما بردوا عدل. شوفوا شوفوا بس، شوفوا شوفوا قمردين قمردين. تصدقون السيرب ماله شوفوا ايش حلوه، صبوا عليه حامض حلو وثقيل، بعد يبرد يصير ثقيل اكثر. شوفوا شلون ثقيل، احلى مربى. شوفوا ابي اراويكم، شوفوا شوفوا بس، شوفوا شوفوا شلون لين، شوفوا ايش حلوه، ما يوصف من كثر ما هو لذيذ. الطعم ياي على حامض حلو. هذا مع جبن ابيض وخبز،
اصلا ما يوصف. جربوا الطريقه وبالعافيه عليكم. فيديو تقريبي حق احلى مربى. شوفوا السيروب اللي تحت.